أيوة الحمد الكريم مشاهدينا الكرام في كل مكان، مستمعينا الأعزاء، نتواصل معكم بهذا اليوم بهذه الانطلاقات الصباحية الجميلة. شوطنا الثامن تحرك قبل لحظات، يحمل فئة الجعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ من يرغب من أبناء القبائل. آخر أشواط أصحاب السمو الشيوخ من يرغب من أبناء القبائل. نسير مشاهدينا الكرام مع هذه الأعداد الجميلة، 25 اسم و25 قعود ينطلقون بهذا الشوط في هذه الرحلة التي تستمر لمسافة الأربعة كيلومترات. نسير مع البداية، نتابع المركز الأول ونتابع صوغان علي بن سالم بن علي بن سليم. من يتابع صوغان بالمركز الأول هو الآن يحتل البداية ويحتل المركز الأول في أول بداية هذا المشوار. المركز الثاني وصل الأسد لخليفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي. والمركز الثالث، المركز الثالث فهنا نجد عمران بن خليفة بن عبيد الشامسي. والمركز الرابع، المركز الرابع وصل شهيد اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن محمد بن ضباع. من يتابع شاهين ويقدم شاهين بالمركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وصل صوغان لسالم بسلطان بن عجيل الاكتبي. هذه الخمسة المراكز. المركز السادس، المركز السادس نتابع المركز السادس شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن محمد بن ضبيعة، يقدم السلالة الشاهنية على المركز السادس. والمركز السابع، المركز السابع وصل نجد لسلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز السابع، المركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مشعان بن سعيد بن غدير. من ينطلق مع المركز السابع والمركز الثامن مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، المركز الثامن اللي وصل الطليلي لمحمد بن خميس بن هندي المهيري. هذه المراكز الاولى المتقدمة مشاهدينا الكرام، ولا زالت أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة التحدي والصراع. نعود بالمركز الأول، نتابع البداية ونتابع المقدمة مشاهدينا الكرام. لا زال هناك التحدي ولا زال الأداء الجميل والأداء الرائع بالمركز الأول. المركز الأول مشاهدينا الكرام، لازال صوغان مع البداية مع المركز الأول علي بن سالم بن علي بن سليم. من يقدم صوغان بالمركز الأول؟ بدأ يباعد بالمسار، ينفرد بهذا الشوط باللحظات الجميلة. والمركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام، يتواجد شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبيد بن محمد بن ضبيعة. من يتابع ويراقب شاهين بالمركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث وصل صوغان لسالم بن سلطان بن عجيل. من يقدم صوغان بالمركز الثالث والمركز الرابع؟ المركز الرابع أرى شاهين من ينطلق برابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومشعان بن سعيد بن غدير، يتقدم مضمرا بهذا الشوط. والمركز الخامس، المركز الخامس نجد العمران بن خليفة بن عبيد الشامسي. ووصل اسم من جديد، وصل اسم من جديد بهذه اللحظات وانضم مع المراكز الأولى. الله الله يا صدام لراشد بن علي بن رشيد. من يقدم صدام بهذا الشوط؟ يا سلام يا سلام. المركز السابع، المركز السابع وصل نجد لسلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع. من يقدم هنا نجد على المركز السابع والمركز الثامن اللي ينطلق ملفت لعلي بن محمد بن سعيد بن حميدان. هذه الثمانية المراكز الأولى المتقدمة، ولكن نحن نتابع بن سليم، نتابع بن سليم وهو المسيطر وهو المنطلق بهذا الشوط، يقود الأسماء ويقود المشاركين بهذا الشوط المميز. على المركز الأول صوغان لازال ويفتتح ال 1200 متر مشاهدينا الكرام، ولا زال مع البداية مع المركز الأول. المركز الثاني هنا صدام لراشد بن علي بن رشيد. من ينطلق مع المركز الثاني؟ المركز الثالث ينطلق شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مشعان بن سعيد بن غدير مع المركز الثالث. والمركز الرابع
المركز الرابع حمام لسعيد بن مايد بن سالم الاكتبي وبن عجيل واصل بن عجيل قادم بهذا الشوط ولكن بن سليم مشاهدينا الكرام صوغان 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 اسم مميز واسم رائع اسم صالة وجال في ميادين السباقات يا سلام يا صوغان يا سلام يا صوغان منذ البداية مشاهدينا الكرام وهو بالمركز الأول هل ينهي الشوط ولا بالرشيد اللحظات الأخيرة وأيضا وصل شعار سعيد بن مايد بن سالم الاشتبي ولكن صوغان مع المركز الأول صوغان إلى الأمام إلى المركز الأول علي بن سالم بن علي بن سليم المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء يتواجد صدام لراشد بن علي بن رشيد بن رشيد من الجانب الأيمن يتقدم بكل قوة ولكن شوفوا اللي وصل شوفوا همام لسعيد بن مايد بن سالم الاكتبي مع المركز الثالث ولكن بن رشيد بدأ يستلم البداية وبدأ يستلم المركز الأول مع الأمتار المتبقية مع الأمتار الخطيرة والعصاف الأبطال العصاقوس يا سلام بدون أي أوامر أو تعليمات أو شبه أوامر الله 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 يا بن رشيد سلام 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 يا صدام سلام يا سلام يا سلام ولكن لحظات الأخيرة الله الله طلع العصا من الأبطال يا بن رشيد حرك يا بن رشيد سلام يا بن رشيد سلام ها هو صدام مشاهدينا الكرام لراشد بن علي بن رشيد هو صاحب الانتصار وهو بطل لهذا الشوط المركز الثاني اللي وصل همام لسعيد بن مايد بن سالم الكتبي والمركز الثالث بن سليم المركز الرابع ملفت علي بن محمد بن سعيد بن حميدان تهانينا وناموس هكذا كانت النتيجة التوقيت زمني 6:34 تهاني وناموس لراشد بن علي ورشيد وتهانينا الجميع الفائزين.